نخش على اخبارنا. ربنا يكسب يا رب نكسب ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله. قبل ما نخش بس على اخبارنا كمان كنا بنتكلم طبعا على الاسطوره مارادونا، وانا على المستوى الشخصي كان انت كان ليك تجربه بقى تجربة معاه في دبي. يعني قعدت معاه شهرين كان في دي صوره كنا عاملين حاجه يعني في دبي، كانت عامله اكتشاف في النجوم العرب للاولاد اصحاب المهارات في كره القدم، وكنت انا ومارادونا وكان رابح ماجر، يعني كنا ثلاثي كنا موجودين. ده يمكن صورتي انا ومارادونا وابني كنا موجودين في دبي من خلال هذه المسابقه. عايز اقول لك انه كان على المستوى الشخصي انسان رائع. ده طبعا النجم رابح ماجر، طبعا النجم العالمي الجزائري. فبقول لك على المستوى الشخصي كان بني ادم اكتر من رائع. يعني هو في الشغل متحمس، و يعني كان كمان بينزل يلعب مع الاولاد رغم ان هو يمكن كان عنده شويه اصابه، لكن كان بيلعب وينزل يلعب مع الاولاد. ما فيش حد في الشارع بيوقفه الا لما يتصور معاه. روحه مرح، يعني مرح بشكل كبير جدا، قريب كده من المصريين. يعني انت عارفه الارجنتينيين برضو قريب. لكن يعني زي ما بقول لك هو يمكن ما يلام شويه على مارادونا خروجه عن النص في بعض الفترات، لكن طبعا سلوكيا يعني تقصد؟ يعني لا، دخوله في مجالات تانية يعني مش عايزين نذكرها طبعا، يعني نذكره محاسن ما تاكل. لكن هو كاسطوره عالميه كبيره جدا جدا. انا كان ليا الشرف ان انا يمكن تواجدت معاه اكتر من شهرين في دبي. يعني على المستوى الشخصي انسان اكتر من رائع. احنا بنتكلم على موهبته، بنتكلم على حرفنته. هو مثال في الموهبه والحرفنه أكيد. مارادونا يعني طبعا. بصرف النظر عن اخلاقه، بصرف النظر على اللي كان بيعمله، فهو اسطوره طبعا، ايقونه الارجنتين.